السلام عليكم اخوتي، معكم فيديو جديد معكم ابراهيم عزيزي. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الذكاء ديال الذكاء الاصطناعي، او بالاحرى غادي نكتشفوا شحال هو ذكي هذا الذكاء الاصطناعي، وغنشوفوا واش بصح وصل الدرجة ديال انه يقدر يشفر لك خدمتك، بمعنى انه يرون بلاسيك او الحاج، يعني ديك القرايه اللي ضربتي وديك لي فورماسيون اللي دوزتي والستاجات وداك الشيء كامل باش توصل للبوست اللي انت فيه دابا، في الاخر غادي يجي بي سي اللي غادي يرون بلاسيك. وهذا الشيء راه ما بعيدش، راه ديجا شفناه وكنشوفوا لحد الان. دابا مثلا شحال هادي الكيشي اللي كتمشي تخشي فيها كارطه باش تخرج الفلوس، كان بنادم اللي خدام باش يعطيك فلوس، دابا ولات ماشين هي اللي كتكلف بداكشي. يعني حتى الميدان ديال الطب راه ماشين ليرنين ذكاء اصطناعي غادي وكيكتسح، يعني ولينا في واحد المرحله ديال السويتش، وهذا السويتش هذا غادي بواحد السرعه كبيره اللي غادي وكيكتسح ليا في لي دومين، ومازال غادي نشوفوه بزاف في الفيوتشر. يعني غتسنى نوبتك امتى غتجي وصافي. وحنا طبعا خصنا ضروري نتاقلموا مع هاد البلانات هادو، وخا صراحه صعيبه بزاف ان من بعد داكشي كامل اللي دوزتي غادي يجي ماشين ولا غتجي شي لوجيسيال اللي غادي يبدلك نتايا. يعني انت كانسان كواحد دوز اكسبيريونس كبيره باش يتعلم واحد المهاره ولا شي بلان، ويجي في الاخر واحد لوجيسيال ولا ماشين اللي غادي تبدلك. البلان اللي غادي ندير عليه فيديو دابا هو انفيديا خرجت واحد ستون اللي هو مهلل بزاف وعنده علاقه بالدومين ديالنا اللي هو ديجيتال ارت. هذا البلان اللي دارت انفيديا مؤخرا، هذو تقريبا واحد شهرين باش قريت الارتيكل ديالها ولا وروني فيديو ديالو كيفاش كيتخدم، دار بوم في الساحه ديال صحاب سي جي اي. ولكن دابا مؤخرا لحت الديمو ديالو ديال هاد البلان هذا. هاد الاي اي هذا فحالي الا شديتي مثلا فوتوغرافر ميكسيتيه مع مات باينتر، مات باينتر هو هذاك اللي كيصاوب لي زونفيرونمون، وايضا ميكسيتيه مع بينت اللي دابا شويه غادي نشوفها. وهاد الاي اي هذا ردوه بحال شي لوجيسيال صغير اللي باقي بيتا، اللي باقي في طور النمو، ولكن سو فريكين باورفول، يعني راه بزاف. يعني دابا من دابا نقول لكم صحاب الفوتوغراف وصحاب المات بينتين وجدوا لكم شي خدمه اخرى، لحقاش قريبا غادي يطير لكم خدمتكم او لا عرفتوا بلا ما كنهضر بزاف، غندوزو نكتشفوا دابا. دونك البلان هو هذا، ولا السيت ويب ديال انفيديا هو هذا. غادي نحط اللين في الديسكريبسيون اللي بغي يلعب فيه ولا يتيستيه ولا يخرج شي حاجه ديالو. المهم سيستيم ولا الاي اي سموه جوجان، جوغان ياك يعني غادارو جوغان كانت غاتجي واعره. جوغان نيمد افتر ا بوست امبرشنست بينتر، او دابا هذا السميه ديال شي بينتر، بول جوغوين. anyway بلا قرايه بزاف غندخلو نكتشفو هاد البلان هذا. دونك هذا هو الاي اي ديالنا اللي غادي ياخذ لينا خدمتنا. anyway كاين هنا براش ديال سكاي تري كلاود ماونتين غراسي ريفر كين غاس تونس هنايا بونزا، كتكليكي وكترسم ونجربو هاد البلان هذا. وات ولا ما كيرسمش علاش؟ بسوري. دونك الطابليت ما غاديش نستعملها. اوكي شقول لك هنا، بليز تشيك ذا بوتوم ان تيرمز اند كونديشن سيكشن بيفور ستارتين. اوكي قال لك كلشي شي لعيبه هنايا. اوكي نجربو دابا نكليكيو. واتشا يعني ديجا ريزولتا راه بزاف. تشوف ليا بعد الريفليكسيون ديال الشجره مع الماء. What the fuck؟ نعاود نرسم شي شجرة أخرى هنايا، كليكيو على هنايا، يتعطل شوية. وات الله يترسم لي الشجرة ورسم ريفليكسيون. شوفوا هذا البلان هذا هنايا، نرسموا الحجر دابا، وشوفوا واش غادي يعطينا. وات شوف، أنا قلت لكم صحاب فوتوغراف ومات بينتين، سيروا شوفوا لكم شي خدمة أخرى، هادشي بزاف. ما درت والو أنا دابا، كليكيت على جوج بوطونات عطاني سين قادة. غنجرب دابا نخربق ونشوف شنو غادي يعطينا. غادي ندير الهيل هكا، بلانت غادي نعمر شويه ديال البلانت هنايا، روك غادي ندير شي حجره هنايا، سي غادي نعمر هنايا شويه ديال البحر، ريفر ندير الريفر نخرج منه واحد الزنيقه هكا، الجراس نديرو هنايا، ماونتين نديرو هنا، ندير جدبو كبير الماونتين، الكلاود غادي ندوزو هنا. شنو اخر؟ ديرت غادي نحط مو هنا. شنو اخر؟ صافي بركه، يلا نشوف شنو غادي يخرج. ناري 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 ناري. واو دابا هادي غير خربقت، زعما ما ناويش ندير شي حاجه زوينه في الوقت اللي كنا جايين نتيستيو الذكاء ديال الذكاء الاصطناعي. صراحه اسمحوا لي ولكن راه خدخونا بزاف. البيتا هذا البيتا، تسناو من دابا حتى نقولوا نعطيوها 5 سنين، شنو غتظنوا غادي يدير دابا فهاد؟ لقد تلعتمت ولم اعد اعرف ماذا اقول. ارانا دابا نحاول ندير شي حاجه
ارتستيك من الاحاسيس. لا لا واش هذا ماونتنز ولا شي حاجه اخرى؟ نحيدو دابا داكشي النقصو. اوكي روكس عندي روكس هنايا كاع بشاخ عاسي كيدكس لك ديك التكستير ديال ديك البلانات. نزيدو شويه ديال الرمل هنايا. ليري وات ذا فاك صوت صوت بحال ندير الووتر نقص البراش هنايا نديره هنايا الووتر لايت هادشي راه سو فاكين باورفول ريفر غادي نقص هنايا وندير واحد اخر هنايا جاي من الفوق قام انا ندير الكلاود شويه هنايا فاكين تو ماتش ولكن طلعت واعره واخا نديرو شويه هنايا هوه داكشي ديال افاتار غنحاول ندير شي حاجه هنايا الا صدقات هو هذاك ما صدقاتش غادي نمسحها شوفوا دابا سير 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 هوه با مالا نتي من البعيد نقول ليها بركه واقيلا حيت الا مشيت تزدت فيها عاوتاني نصدقو مزبالينا. دونك هاد البلان هذا واعر بزاف بان لي بنادم خصو يتكسبلور عليه بان لي هاد البلان اللي خرجت انفيديا راه خيال علمي راه خصك ارتيست يكون كيميتريزي واحد سيرتن سكيل اللي يقدر انه يدير هاد البلان شحال هذا يعني خصو بزاف ديال لي زيماج بقى يميكسي وروينه دابا بدو كليك ولا دو براش ديال اللعيبات هكا كيعطيك واحد البلان دغيا. دونك بالنسبه للاي اي في هاد الدومين ديال الارتيستيك ولا الدومين ديال ديجيتال ارت غادي وكيكتسح لحقاش اصلا الدومين متعلق باللوجيسيلات متعلق ب دي تكنيك متعلقه ب يعني عنده علاقه بالكمبيوتر والديجيتال وهادشي كامل. دونك عولوا ان بزاف ديال الحاجات غادي يتبدلوا في المستقبل وخص الواحد انه يتبدل معه. يعني الا مشيتي تتكاسلتي وما مشيتيش مع التطور يعني غادي يفوتك التران وغادي نوليو ديك الساعه دي تولي ديك الساعه بحال والدينا اللي مازال كيبان لهم هذا البورتابل هذا شي حاجه بعيده بزاف. واخا هكاك واخا التقدم هذا ديال الاي اي وماشين ليرنين كيبقى التدخل ديال هيومنز باقي شويه كاين يعني في هاد الدومينات الارتستيك بعدا اما شي حاجه تكنيك كاين بزاف ديال الدومينات اللي غاديين كيتحيدوا ولكن في الدومين ارتستيك كيبقى ديك الجانب البشري خصو يدخل لحقاش الابداع هي واحد الحاجه اللي اصلا باقي ما معروفاش الا ما معروفاش عند البشر اصلا كيفاش الماشين ان غادي تقدر تعرفو. كنهضر من ناحيه ديال الابداع بحال الموسيقى مثلا ولا بحال الرسم ولا بحال واخا كاين بزاف ديال اللوجيسيلات ولا الذكاء الاصطناعي اللي قادرين انهم يخرجوا مقطوعات ولا معزوفات ديال الموسيقى ولا انهم قادرين يرسموا ولكن ديك الحاجه اللي رسموا واش حاجه ابداعيه ولا لا يعني كيفاش غادي يقدر يعرف باللي هذاك عمل ابداعي ولا غير بروغراما انه يقدر يبدع. يعني هاد البلانات وكاين بزاف ديال التساؤلات في هاد البلان ديال الاي اي ولكن كيبقى الحاجه اللي هي كاينه بالجهد وغادا وكتطور بواحد السرعه هائله يعني ماشي بعيد كاع اننا نقدروا نوصلوا لواحد الروبو اللي هو واعي ديك الساعه نظركم شنو غادي نديروا. المهم نتمنى ان الفيديو يعجبكم الى عجبكم بارطاجيوه مع اصحابكم والى كنتي اول مره غادي تشوف هذا الفيديو هذا دير سبسكرايب وداكشي اللي كنقول ديما في كل فيديو. تهلاو في ريوسكم ونشوفكم في الفيديوهات الجايين. بيس.